بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فلتحل علينا نعمته وبركته ومعونته من الان والى ابد الابدين كلها، ابائي اخوتي امين. طلبه المدرسه الاحباء في مدرسه تيرانوس ضمن محاضرات اللاهوت الكتابي وقانونيه ومصداقيه وعصمه كتابنا المقدس، نقدم هذه السلسله من المحاضرات البحثيه حول قانونية ومصداقية العهد القديم لأختنا العزيزة الدكتورة سالي عادل الباحثة في جامعة ماري أغناطيوس الأنطاكي بالسويد. وأحب أن أنبه إلى أننا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية العريقة أن كنيستنا كنيسة إنجيلية وكنيسة كتابية، وقد تناولنا أمور كثيرة جدا حول لاهوت الكتاب المقدس وكيف أن كنيستنا تضع الكتاب المقدس فوق الرؤوس وتقدس كلماته وحروفه وكل ما ورد فيه، لأن المؤلف للكتاب المقدس بجملته هو الروح القدس الرب المحيي. كتابنا المقدس ليس كتاب تاريخ فقط، وليس كتاب جغرافيا فقط، وليس كتاب علم أو فلسفة حتى وإن احتوى عليه، فهو أرقى وأعظم من كل هذه العلوم والمعارف والأيديولوجيات والكتابات البشرية، لأنه كلمة الله التي كتبها أناس مسوقين، رجال الله مسوقين بالروح القدس. هو كتاب إعلان، كيريجما، كتاب البشارة المفرحة إيفانجيليون، وهو كتاب الكرازة والبشارة بملكوت السماوات. العهد القديم بكل ما جاء فيه من حروف وكل ما جاء فيه من أماكن وكل ما ورد فيه من تدرج في الظلال والتشبيهات والرموز والأمثال والناموس والشرائع والوصايا، كلها قد استعلنت في العهد الجديد وقد تمت وكملت النبوات في العهد الجديد. في العهد الجديد صار العهد القديم واقعا وصار حقيقة وصار كمالا وقد تكمل، فهي رحلة لمسيرة الخلاص، الخلاص الذي تم في الزمان ويكمل في المجيء الثاني. كتابنا المقدس في بعهديه العتيقة والجديد هو كتاب إعلان الله عن ذاته، ووصايا العهد الجديد هي ذات الوصايا القديمة التي هي جديدة التي أعطاها المسيح إلهنا جدة دائما، لأن المسيح لم يعطينا وصايا تنقض، لأن العهد القديم قد تكمل في بكل وصاياه، والوصاياه قد تكملت وكل بمقتضى خلاص نعمة المسيح بالسر المكتوم. المسيح إلهنا هو كمال الناموس، وهو الذي كمل الناموس، وهو ملء الناموس، وهو رب الناموس. العهد الجديد في المسيح يسوع هو ملء العهد القديم، والعهد الجديد صار تحقيقا للعقد القديم. فشخصية المسيح إلهنا هي التي تجمع العهدين معا، الرمز والمرموز إليه، هو إله العهدين معا القديم والجديد. بدون المسيح وبدون القراءة الكريستولوجية وبدون التفسير المسياني، الحقيقة التي تشرح الرموز والظلال، لا ضرورة للعهد القديم، لأن العهد القديم جميعه إشارات ورموز ونبوات عن شخص المسيا الراعي والفادي والمخلص. يسوع هو حبة الحنطة واللؤلؤة المزروعة في العهد القديم والتي أتت أكلها في العهد الجديد. المسيح هو لب وخلاصة العهد القديم، وهو محور كل النبوات والأنبياء. والأنبياء ما هم إلا آلات للتدبير الإلهي من أجل الخلاص. وكل نبي من أنبياء هو عمله ينطق بكلام الله
وبإلهام مباشر من ربنا. أي رفض للعهد القديم خدعة، وله خطورته في رفض الخلاص الذي بالمسيح يسوع، لأن الكتاب المقدس كله تاريخ لتدبير الخلاص بدأ منذ الخلقة والسقوط ولن ينتهي إلا بالظهور الثاني الآتي من السماوات. تجسد المسيح في ملء الزمان لأن الله لم يتركنا عنه إلى الانقضاء بعد السقوط والعصيان. فالمسيحية لا ترى في الخلاص وفي الوحي أحداثا عمودية، يعني أحداث منفصلة بعضها عن البعض أو عما سبقتها وعما لحقها من أحداث، لكنها خط مترابط. الفوكس والمركز والبؤرة هو في تدبير الخلاص العجيب. كل المبشرين والرسل بدون استثناء الذين كتبوا أسفار العهد الجديد اقتبسوا من الكتب النبوية بنبواتها ورموزها وتفسيراتها، لذلك هي لا غنى عنها في معرفة شخص ربنا يسوع المسيح الذي أحبنا قبل إنشاء وقبل تأسيس العالم وفيه خلق الكل. وزي ما حفظنا في السكاشن وفي المحاضرات أن العهد القديم معلن في الجديد، وأن العهد الجديد مستتر في العهد القديم، والكتاب المقدس كله هو أنفاس الله، وأحداث العهد القديم هي تمهيد لخريطة الخلاص وإعداد لتاريخ الخلاص والتدبير كله الذي يتجه ناحية المسيا مركز التدبير. حول هذه المعاني ومصداقية وقانونية الكتاب بعهديه تتحدث أختنا العزيزة الدارسة والباحثة، وأيضا بقية المحاضرات التي لأحبائنا في القسم البحثي الخاص بالكتاب المقدس. يجعل هذه الكلمات والشروحات والأبحاث كلها سبب غنى أن نتقدم إلى ما هو قدام، ووحدة العهدين الجديد والقديم لا تقوم على أي تطور طبيعي ولا على تماثل الحياة والحركة، إنما على ضوء تفسير العهد القديم حسب الإعلان الكامل لربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح الذي يتمجد في وسط الكنيسة الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها، آمين. سلام، أنا سالي، كنت قدمت لكم قبل كده محاضرات في الكتاب المقدس. كانت أول محاضرة كانت عن قانونية أسفار العهد القديم، وكانت المحاضرة الثانية عن قانونية أسفار العهد الجديد. النهاردة هنتكلم إزاي نقرأ الكتاب المقدس في ضوء أو في ظل كنيستنا. هي المحاضرة مش طويلة، لأن هي كنت أتمنى أن هي تتضمن مناقشات وأسئلة، لأن هي دي حلاوة المحاضرة، أن إحنا إزاي هنقرأ الكتاب المقدس. لأن كمان ساعات لما بنيجي إحنا كأشخاص بيبقى عندنا هيستوري معين أو طريقة معينة بنقرأ بيها الكتاب المقدس، وبعدين بشكل ما بنبقى تشالنجد أو بنسمع حاجة احنا مش متوقعينها، بنبدأ يعني عندنا رياكشنز، ورياكشنز دي حاجة كويسة وابريشيتد طبعا، بس حلوة في جو النقاش ان احنا نفهم مع بعض ازاي نقرأ الكتاب المقدس في ظل وضوء الكنيسة. احنا في محاضرة النهاردة هنتكلم عن 4 نقط، يعني غالبا في نقطة تحت واحدة من الاربعة. اول سؤال هنسأله، ايه هو الكتاب المقدس او ايه هو مفهومنا عنه؟ تاني حاجة هنتكلم فيها هي الكتاب المقدس والتقليد الكنسي أو الكنيسة أو التراديشن. التراديشن لازم نفرق ما بين التراديشن، احنا بنسميها التراديشن with a capital T اللي هي T كبيرة، أو تراديشن with a small T أو T صغيرة. أنا لما بتكلم هنا عن التقليد الكنسي أنا بتكلم عن اللي هو التسليم الأبائي اللي احنا متعودين عليه من أيام الآباء الرسل. كمان هنشوف شوية ازاي الكتاب المقدس، ازاي الاباء كانوا بيقروا الكتاب المقدس، وازاي هم الابروتش بتاعتهم لقراءة الكتاب المقدس، وانلايت بقى في كل ده ازاي احنا المفروض نقرأ الكتاب المقدس. اول سؤال، اذا انت قابلت حد في الشارع وسألك وقال لك ايه هو الكتاب المقدس،
عادة إجاباتنا بتبقى الكتاب المقدس هو عبارة عن عهد قديم وعهد جديد، والعهد القديم هو التوراة وكتب الأنبياء والشعراء اللي هي ما يخص بكتب اليهود، والعهد الجديد هي الرسائل والأناجيل اللي هي already based على العهد القديم كمان، يعني هما مبنيين فوق بعض. فده بيبقى البيسك ديفينيشن للكتاب المقدس. عندنا استخدام للكتاب المقدس، او عندنا دايما نوشن او طريقه بنعرف بيها الكتاب المقدس انه كلمه الله. بس هنا انا عايزه اعمل هايلايت ان الكتاب المقدس هو كتاب الله مش كلمه الله، لان كلمه الله هو المسيح هو اللوجوس، لكن الكتاب المقدس هو كتاب الله. ليه؟ لانه بيكشف عن شخص الله وخطته الخلاصيه في حياتي وحياه الكنيسه وحياه الهيومانيتي كلها او البشريه اجمع يعني. وفي نفس الوقت الكتاب المقدس هو كتاب الكنيسة وهو البرودكت بتاع الكنيسة، لأن كل كاتبي الكتاب ومجمعينه كانت هي يعني نتاج حياة الكنيسة الحية وحياة الإيمان من أيام الآباء الرسل. ده يخلينا نروح لإيه هو الكتاب المقدس وعلاقة الكتاب المقدس بالتقليد الكنسي. دايما بتيجي احساسنا او بتجيلنا اسئله، او انا personally كان دايما بيبقى عندي ديبيت ان ما ينفعش ان انا اقرا الكتاب المقدس خارج التقليد الكنسي او خارج رؤيه الكنيسه. لان اذا فكرنا ان الكتاب المقدس احنا ما صحيناش الصبح ولقينا الكتاب المقدس نازل من السماء واحنا روحنا خدناه، لا، الكنيسه او الاباء الرسل والمسيح لما المسيح بدأ يقرأ الكتاب المقدس بطريقة معينة وعلم التلاميذ زي تلميذي عمواس ازاي يقروا الكتاب المقدس او يقروا العهد القديم بالذات بطريقة معينة، وتلميذي عمواس مع التلاميذ التانيين ازاي هم كانوا بيقروا العهد القديم بطريقة معينة، واحنا عندنا بنتكلم عن تسليم كنسي واضح من الاول، استلموه دايركتلي من المسيح، وبعدين الآباء الرسل، وبعدين الآباء الرسل سلموا للكنيسة وهكذا. وبالتالي كل البودي ده أو كل الهيراركي ده أو كل التسليم ده كان بيقرأ الكتاب المقدس أو فهم العهد القديم من خلال المسيح، من خلال رؤية المسيح ومن طريقة المسيح شخصيا لقراءة العهد القديم، وكمان بعد كده الكتاب المقدس لما كان مع الوقت كان العهد القديم كان بودي لوحده، وبعدين مع الوقت بدأت تكتب الأناجيل، وبعدين بدأت تكتب الرسائل، وبعدين بدأت تكتب نصوص تانية. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده في المحاضرات اللي قبل كده على أهمية الكنيسة في إن هي اللي كانت بتختار إيه هي الأسفار اللي كانت جوه القانونية وإيه هي خارج القانونية. فإذا كانت الكنيسة هي اللي بتختار إيه اللي جوه القانونية وإيه جوه اللي خارج القانونية، فبالتالي أنا شخصيا لازم لما أجي أقرأ الكتاب المقدس أقرأه من كيف تقرأ الكنيسة الكتاب المقدس. الكنيسة لما بتيجي تقرأ الكتاب المقدس بتلبس نظارة اسمها المسيح. أنا لما ببص على الكتاب المقدس ألبس نظارة اللي اسمها المسيح وأشوف إيه هي خطته الخلاصية من أول بدء الخليقة لغاية إيه الصليب وما بعد الصليب لغاية رؤيا يوحنا. في ناس كتير قوي لما بتيجي تقرا الصليب بتقرا سوري الكتاب المقدس بتتكلم بتحاول تجاوب عن اسئله شخصيه لنفسها، زي مثلا هتجوز امتى، هخطب امتى، هسافر امتى، هشتغل ايه. انا اسفه ان انا اقول لك ان مفيش حد في الكنيسه ابدا ولا من الاباء لما جاي يقرا الكتاب كان بيسال personal questions او اسئله شخصيه من هذا النطاق، لو لأن الكتاب ما كانش اوريدي مكتوب بهدف إنه يجاوبنا على هذا النوع من الأسئلة. الكتاب هو عبارة عن ريفيليشن، أو هو بيكلمنا ويحدثنا عن الله وخطته الخلاصية من خلال المسيح، هو ده الكتاب. لكن إن في هابتس أو في طريقة إن أنا أفتح الكتاب راندوم كده ونقول واقرا آية، أو حتى مع الشخصيات اللي بتقرا الكتاب بالترتيب إن أنا أقرب من الكتاب بباك جراوند معين، إن أنا يا ربي النهارده لما أقرا الكتاب
كلمني هاخد الشغلانة دي او ولا لأ، ولا اتجوز ده ولا لأ. الأسئلة دي ما كانتش يعني الأوثرز او كتاب الكتاب ما كانوش في هدفهم ابدا ان هم يذكروا هذه الإجابات او ان هو يعطيك هذه الإجابات لهذه الأسئلة. هو كان الإجابة او السؤال الأول والأخير هو المسيح، هو السؤال وهو الإجابة، هو البداية وهو النهاية. والكنيسة لما كونت أو رتبت الكتاب أو كيفية قراءتها للعهد القديم، هي قرأت العهد القديم من خلال المسيح. إذا أخذنا اليهود، عشان اليهود مش لابسين نظارة المسيح أو ما بيقروش من خلال المسيح، ما بيقدروش يوصلوا أو ما بيفهموش العهد القديم بنفس الطريقة اللي الكنيسة بتفهمها بيها. فدي حاجة مهمة جدا إن احنا نفهم إن الكتاب المقدس والتقليد الكنسي وقراءة الكنيسة شخصيا للكتاب المقدس هما جزئين لا يتجزأا من بعض، هما مش تو بوديز بعاد عن بعض، لأ هما جوه بعض وما بيسيبوش بعض أبدا، ماشيين مع بعض وساندين بعض. الكتاب المقدس هو مصدر للإيمان بتاعنا، هو مصدر للدوجما بتاعتنا، هو مصدر للعقيدة، هو مصدر للطقس، هو كل شيء، هو المصدر والباك بون بتاع كل ده. وفي نفس الوقت الكنيسة يعني هما بيتشربوا من بعض، فهما ما بينفصلوش عن بعض. احنا بنسميها حاجة اسمها organic relation. organic relation يعني علاقة طبيعية ما فيهاش اي تجزيء وما فيهاش اي فصل. بالتالي كمان الاباء بتوع الكنيسه لما كانوا بيقروا الكتاب المقدس كانوا بيستخدموا نفس اللوجيك ده، كانوا بيقروا من خلال البريزم او من خلال نظاره المسيح. هما كمان كان عندهم يعني مثلا النهارده في البيبليكال ستاديز او في البيبليكال سكولرشيب بره هنا، يعني في different approach أو في طرق مختلفة لدراسة الكتاب المقدس. مشهورة قوي النقد النصي مثلا، إن إحنا نحاول نقارن ما بين التكستس، إن إحنا نشوف مثلا هل التكست ده ليه تاريخية أو لأ، هل هو تكست أدبي ولا لأ. مثلا يبقى عندنا مخطوطين نحاول نقارن ما بينهم ونشوف مين أقدم من مين أو مين بينقل من مين، أو مثلا مع الزمن استخدام كلمات مختلفة عشان تعبر عن معنى أكتر. كل ده نقد نصي كان يعني أو approach في scholarship لدراسة الكتاب المقدس. كمان الآباء كان عندهم approaches زمان، لأن يعني هما ما كانوش بيقروا الكتاب المقدس بلا علمية، بالعكس هما كانوا يعني سابقين لأزمنتهم. في two approaches احنا نعرفهم كويس قوي لان في مدرستين كانوا معروفين. في مدرسة اسكندرية اللي احنا نعرفها ان كان العلامة بتاعها او الليدر بتاعها هو اوريجن او اوريجانوس، ومدرسة اسكندرية معروفة بالابروتش الاليجوري او الرمزي، واي ثينك ان احنا هنلاقي منه كتير كتير قوي في كتاب ابونا يعقوب تدرس يعقوب ملطي، لان هو كمان مجمع كتير قوي من اراء من اوريجانوس، وكل ده موجود اي ثينك في سانتا كلا دوت اورج. وفي كمان مدرسه انطاكيا اللي بيسميها التايبولوجي، وكان الليدر تبعها اسمه ثيودور اوف مبسويستيا، ثيودوروس المبسويستي يعني ما اعرفش بصراحه. التايبولوجي هو عباره عن ان انا اجيب شخص من العهد القديم زي مثلا يوسف او يونان أو أشخاص، هي شخص تاريخي ليه وجود وأربطه بشخص تاني تاريخي في العهد الجديد، فأنا ما بضيعش الدايمنشن التاريخي. لكن الأليجوري أو الرمزية هي عبارة عن إن أنا شوية بتخطى الدايمنشن التاريخي وما بفكرش فيه أساسا، بفكر في الروح، بفكر في النفس، بفكر إن ده رمز إن النفس مع الوقت مثلا this is just an example هتروح للمسيح، نمسك في آية معينة وإن إحنا تتفسر بهذه الطريقة. بس طبعا التفسير الأليجوري اللي اتبعه أوريجن ما كانش تفسير هوجائي، يعني ما كانش إن هو بمزاجه
يقول يقعد كده ويقول اها يبقى دي معناها كذا. لا، هو كان عنده بيس. اوريجين هو بيعتبر يعني فعلا، او اوريجانوس كان فعلا عبقري، لانه احنا بنتكلم عن شخص من القرن الثاني، بنتكلم عن شخص سوري من القرن الثالث، ومع ذلك هو عمل ابروتش سيستماتيك جدا للكتاب المقدس وازاي ان احنا نقرا الكتاب المقدس، واستخدم تولز يمكن النهارده احسن سكولر ما عندوش قدرات اوريجين في قراءة الكتاب المقدس على كل المستويات اللي هو اتكلم فيها. هو اوريجين قال ان احنا بنقرا الكتاب المقدس على زي بالظبط زي ما الانسان هو جسد وروح ونفس. لما نيجي نقرا الكتاب المقدس لازم نراعي الثلاث مستويات دول. في بعض السكولرز بيقولوا لا، ده هو كمان اتكلم عن مستوى رابع، وهو المستوى الاسكاتولوجيكال او اخروي، او الى ما يعني هو in the end. بصراحة ما اعرفش الليترال بالعربي يعني. الثلاث مستويات دول اللي هو المستوى الحرفي اللي هو التكست، مثلا بتقول لنا ايه اللي هي الهيستوريكال، كاتب بيكتب ان انا اخد كل حاجة حرفية، وبالتالي ان انا ابص على كل حاجة هيستوريكال في التكست، هل هي تتفق ولا لا، هل هي ليها معنى هيستوريكال ولا لا. واذا كنا شوية، اذا انا لسه شوية I mentioned ان دلوقتي in present days في كتير قوي اللي هو النقد النصي والهيستوريكال كريتيكال ميثود، وده يشبه كتير جدا لاوريجين اللي هو الجزء بتاع البودي او الليترال ابروتش في قراءة الكتاب المقدس. في نفس الوقت هو اتكلم كمان عن الاليجوري، واللي هو بيتكلم عن اللي هي الروح بتاعة الانسان، اللي هو بيحاول ياخد الانسان من الليفل الحرفي يكبر معاه شوية. ودي على فكرة ليها علاقة بالنمو الروحي من وجهة نظر أوريجين، إن أنت في الأول ما بتيجي تقرأ الكتاب يمكن بتفكر في الماتيريال أو بتفكر في الحرفية، تقعد تقول هل الشخص ده كان موجود مش موجود، هل الحدث ده فعلا حصل أو الحدث ده ما حصلش، ويبدأ الإنسان يتحقق بالمستوى الحرفي. بس بعد كده مع النمو الروحي المفروض ينتقل للبعد الرمزي، ان هو يحاول الانسان يفكر في علاقته ما بينه وما بين الله عن طريق البعد الرمزي، ان الكلمة دي ازاي توصلني لله. اذا كنتوا فاكرين من اول سلايد انا قلت ان هو كتاب الله، ليه هو كتاب الله؟ لان هو بيكشف لي عن شخص الله وعن خطته الخلاصية. ودي اهمية البعد الرمزي، ان انا من خلال ان انا قرايت الكتاب المقدس عن طريق البعد الرمزي يحاول يكشف لي أكتر عن شخص الله، وكمان يكشف لي أكتر عن علاقتي بالله، وإزاي إن أنا أبنيها، وإزاي إن أنا أتحول لشخص المسيح، إن هو يكون إن أنا أبقى شبهه ومثاله. كل ده في البعد الرمزي، وإن هو كمان يكشف لي عن خطته الخلاصية. كل ده البعد الرمزي بيساعدني إن أنا أكتشفه. بعد كده البعد الأخلاقي، البعد الأخلاقي هو إن أنا ايه اللي اتعلمه من الكتاب المقدس من الناحية المورال او من الناحية الاخلاقية، ازاي ان انا اعامل اخويا الانسان، هل ان انا اشتم، هل ان انا اكرهه، هل ان انا اتمنى له الوحش، ازاي ان احنا كبشر المفروض ان احنا نعيش في محبة، ازاي ان احنا نتعامل مع بعضنا البعض في مجتمع كويس ومجتمع سوي. ده البعد الاخلاقي. البعد الاسكاتولوجيكال اللي هو ما يعنيني في الحياة الأخرى. فهو الأربعة ليفلز دول أو الثلاثة ليفلز دول اللي أوريجين اتكلم فيهم، هم ازاي هو بيفكر ازاي يقرا الكتاب المقدس، وكانت الريكومنديشنز بتاعته، او ازاي هو شخصيا كمان قرا الكتاب المقدس. بس عبقرية أوريجين ان هو لما كان بيقرا الأربعة ما كانش بيفصل بينهم وما بين الكنيسة، كان شايف ما بينهم هارموني، كان شايف ان هو كل شيء بيقراه من خلال المسيح. كان اوريجين كان دايما ما بيجي يقرا الكتاب المقدس كان بيحط المسيح في النص. بعدين كان احد السكولرز كاتب ان بعد المسيح كان هو بيشوف ان اكتر حاجة، اكتر كتاب او انجيل بيقربه للمسيح هو يوحنا، وبعدين كانت تيجي وراها الثلاث اناجيل التانية،
وبعدين من خلال كل ده، وبعدين الرسائل، وبعدين من خلال كل ده نقدر نقرأ العهد القديم، ومن خلال كل ده، من خلال كل الليفلز دي، نقدر دول يكشفوا لنا عن العهد القديم كانت ايه المينينج اللي وراه. لان احنا اذا بس قرينا العهد القديم مجرد من المستوى التاريخي او من المستوى الحرفي، هنلاقي انه عبارة عن حروب، وعبارة عن ان الشعب بيسقط ويقوم، والله غاضب، وبعدين الشعب بيتوب. لكن احنا محتاجين الليفلز الاول اللي هي الرمزية والاخلاقية، ومحتاجين نظارة المسيح، ومحتاجين الكنيسة عشان نقدر نشوف ان لا، ده ربنا بيشتغل منذ البدء، من الخليقة، ان ربنا مش all of a sudden صحي الصبح وقال الشعب ده هالك، انا ابعت لهم حد او ابعت لهم ابني الحبيب علشان يخلصوا. لا، الكنيسة لما قرت الكتاب ما قرتوش كده. الكنيسة قرت الكتاب وقرت خطة الله منذ البداية. ازاي قرت خطة الله منذ البداية؟ عن طريق رؤية، عن طريق نظارة المسيح اللي انا اتكلمت فيها من شوية. ودلوقتي انا كنت بقول ان اوريجين كان كمان، رغم ان هو كان عنده المستويات الثلاثة او المستويات الاربعة في قراءة الكتاب المقدس، الا ان هو لم يفصل تماما عن حياة الكنيسة، كان شايفها من خلال حياة الكنيسة. ده يخلينا نسأل النهاردة، انا ازاي اقرأ الكتاب المقدس؟ انا ما ترجمتش الاربعة دول، لان عادة اذا بتقروا تكست بالانجلش الكلمات دي شوية مهم ان احنا نعرفها. الهرمنافتكس هي معناها هي الـ art of understanding او فن الفهم. عادة لما شخص بيقرأ اي تكست دايما بيفكر، انا مثلا معايا كتاب، هو كتاب مقدس على اي حد، مثلا اذا فتحت انجيل متى، لما باجي اقرا اي كتاب كسالي يعني، الاول بشوف انجيل متى، فاول حاجة بفكر في الكاتب، مين هو الكاتب؟ يا ترى لما الكاتب جاي يكتب الكتاب ده كان ايه اهدافه؟ كان عايز يوصل فكرة ايه؟ فده اسمه الليفل بتاع الكاتب. بعد كده في حاجة اسمها الليفل التكست. ليفل التكست ان انا دي قصة، لا دي رسالة، لا ده امر، لا دي وصية. التكست بتقول لي ايه؟ وبعدين في ليفل تالت، هو انا كسالي جايه، مثلا انا مصريه من اسكندريه، سافرت، فانا باجي بالاكسبيرينس بتاعتي وباجي بافكاري اوريدي وانا باجي اقرا الكتاب. واللي هو الريدر، الشخص لما بيجي يقرا الكتاب بيفهم ايه من التكست. عاده احنا حاليا شويه بنعاني من اللي هي الريدر بيرسبشن او الانديفيديوال بيرسبشن، لان انا لما باجي اقرا تكست، ودي حاجه حصلت بعد الاصلاح خاصه بعد شعار السولا سكريبتورا، ان كل شخص بيقرا التكست مع البيرسونال اكسبيرينس بتاعه بيفهم حاجه من التكست مختلفه عن اللي جنبه، مختلفه عن اللي جنبه. ودي حاجه احنا بنسميها سبجكتيف ريدنج. يعني ايه؟ يعني مثلا، ودي على فكرة موجودة في كتير، في يعني عند ناس كتير، خاصة لما تيجي تقرأ آية وتقول مثلا الآية دي كلمتني في إكس، يجي اللي جنبي على طول عنده مشكلة تانية أو عنده فكرة تانية، فبيجي يقرأ الكتاب بيقول بس أنا لما قريت الآية دي كلمتني في كذا. الليفل ده خطير، لأن الليفل ده بيخلينا شوية بنضيع الرسالة الحقيقية للكتاب. هو موجود وليه أهمية، بس احنا شوية مع التدريب ومع قراءة الآباء المفروض نظرتنا للكتاب إن هي تكون نفس إن هارموني مع نفس قراءة الكنيسة. ان انا بشوف الكتاب ان هو البريدج، او هو اللي بيوصلني ان انا اوصل لعلاقة حقيقية مع الله. علاقة حقيقية مع الله مش ان انا الله يحل لي مشاكلي، لا، الحب او العلاقة الحقيقية مع الله هو انا بسميه الحب الخالص. ان انا علاقتي مع الله مش مبنية على انه يحل لي مشاكلي، ولا ان انا عندي طلبات فهو بيحلها لي عن طريق الكتاب المقدس.
لا، هي علاقة مبنية على حب بلا زي كده، زي ما عروس النشيد بتقول أنا لحبيبي وإليه اشتياقه، يعني مش مستنية منه يعمل لي حاجة، والعلاقة دي هي اللي هتنميني وهتغيرني وهتخليني أخد الاختيارات الصح في حياتي، وهتخليني الاختيارات اللي أنا كمان أتحمل مسؤوليتها، وفي نفس الوقت تخليني إنسان مسيحي حقيقي في الكنيسة وخارج الكنيسة من خلال العلاقة دي، من خلال فهمي الكامل لخطة الله ولشخص الله من خلال قراءتي للكتاب المقدس وحياتي في الكنيسة. فهي دي الطريقة المفروض إن احنا نقرأ بيها الكتاب المقدس. هيرمنافتكس يعني قلنا الـ Art of Understanding، وأنا حاولت أشرح لكم الـ 3 Dimensions بتاعة قراءة ببساطة لما الشخص بيقرأ أي تكست، مش شرط بس الكتاب المقدس. كمان في الـ Art of Understanding أو في الـ Hermeneutics بتاعة الكتاب المقدس في 3 Levels. 3 Levels دول كان اتكلم عليهم تيودور ستيليانوبولوس في كتاب اسمه The New Testament and Orthodox Perspective. الكتاب ده فعلا حلو جدا، وهو اعتقد كده موجود على امازون، معرفش يعني، هو انا مش بعمل اي يعني دعاية للكتاب، بس هو كتاب mostly المحاضرة دي مبنية عليه كسورس. الشخص ده كان اتكلم ان يستحسن ان احنا لما نيجي نقرا الكتاب، هو بيقول ان احنا كمان لازم نقرا، يعني we don't ignore the historical level، وده اللي بيسميه الاكسيجيتيكال level او ما يقوله النص، او هو الليفل الحرفي بتاع اوريجن. ان احنا نفهم الكونتكست، مثلا شعب اسرائيل كان عايش في ايه، مثلا ازاي الله خلصهم من مصر، لان ده ليفل مهم ان احنا نعرفه ويبقى عندنا information عنه. بس ما ينفعش كمسيحيين نقف عند الليفل ده، لازم نمشي خطوة قدام اسمها ال interpretive level. ان انا كإنسان لما اجي اقرب للكتاب المقدس وبجيب معايا كل ال experience بتاعتي جوه الكتاب، بيكون هدفي ان انا وانا بقرا الكتاب ازاي اطور علاقتي مع الله، ازاي انا افهم الله، ومن خلال فهمي لله أخش بعد كده للترانسفورميشن ليفل، فأنا أتغير شخصيا، إن أنا لما أفهم خطة الله أنا كمان أتغير، إن الله عايزنا كلنا على شبهه ومثاله وعلى شبه المسيح ومثاله. فمن خلال قراءتي للكتاب المقدس أبدأ أنا كإنسان كبني آدم أتغير. فهي دي طريقة التلافة دابلس في نفس الوقت، وهي دي الطريقة اللي قريت بيها الكنيسة الكتاب المقدس، إن هي قريت إزاي إن هي تكون البريدج، أو إن هي تكون تتغير كلها على تكون على شبه الله ومثاله، بكونها إن هي جسد المسيح في هذا العالم، وإن هي تكون البريدج ما بين هذا العالم والعالم of the coming world. Anyway، أنا قلت قبل كده إن اللكتشر منا كتير طويلة، هي قصيرة، بس هي حاولت إن أنا في اللكتشر دي أناقش فعلا points فعلا important. كنت كمان في نقطة أحب أذكرها، إن أنا عارفة إن في، أو أنا يعني مش بعمل أي prejudice أو أي حاجة من عندي، بس الآباء مهمين جدا في قراءة الكتاب المقدس عشان نفهم هما قروا الكتاب المقدس ازاي. قعدوا حوالي اكتر من 12، قعدوا يعني قرون كتيرة قوي، ما كانوا كلهم ما بيجوا يفسروا الكتاب المقدس او بيقروا الكتاب المقدس، بيقروا من ابروتش المسيح، بيقروا ان هما يدوروا على المسيح، واستخدموها في الوعظات بتاعتهم، استخدموها في التعليم الكنسي، استخدموها في كذا حاجة جوه الكنيسة، مش علشان خاطر يفسروا حالات فردية شخصية. هم حتى في بعض الوعظات كانوا يقولوا مثلا هذه الحالة، يعني مثلا كنت في أحد الوعظات كنت بقراها لشمس اللي هو شمس الأسد نكبر، أحد آباء الكنيسة في العصور الوسطى، كان بيفصل حالة معمودية أحد الأشخاص بمعمودية
في المعمودية في الكتاب المقدس. هو ده كان استخدام الكتاب المقدس، ان هو يعمل يكون educational للكنيسة، وان يكون educational للشعب، ان هو يعمل لهم transformation لحياتهم، ويكون على transformative level اللي انا ذكرته هنا. Anyway، انا بشكركم واتمنى اني ما اكونش طولت عليكم، وتكون كانت lecture مفيدة بالنسبة لكم.